أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم صل على وليك المحيي سنتك القائم بأمرك الداعي إليك الدليل عليك حجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصره ومد عمره وزين الأرض بطول بقائه. اللهم اكفه بغي الحاسدين وأعذه من شر الكائدين وازجر عنه إرادة الظالمين وخلصه من أيدي الجبارين برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الشاهد 23. يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. وكان الكلام في رابعا تفسير ابن كثير. وقلنا قال ابن كثير تأذن. وفي قوة الكلام يعني قوله تعالى تأذن يقول ابن كثير وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا أتبعت باللام في قوله ليبعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين وقيل 13 سنة. وكان أول من ضرب الخراج أي موسى عليه السلام، ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، وصاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج. ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا تحت قهره وذمته وأدون الخراج والجزية. أقول هذا أيضا ذكرت سابقا، أقول أولا الجعل الإلهي في الآية بلحاظ المجعول الذي جعله الله وليس بلحاظ بني إسرائيل. يوجد كلام، يوجد آيات، يوجد نصوص شرعية، يوجد مقاطع من نصوص شرعية يكون فيها الحديث والخطاب والإشارة تكون مباشرة إلى بني إسرائيل. هنا الكلام والإشارة إلى الذي جعله الله في موقف، في خصوصية، في مكانة، في منزلة، يكون عذاب بني إسرائيل على يده. إذن بلحاظ المجعول الذي جعله الله وليس بلحاظ بني إسرائيل. وأن الله قد فرض الجزية على بني إسرائيل، فكيف نتصور أن إتيان فرض الجزية وأن جبايتها يكون وتكون بسلطة ويد الكافر؟ فكانت ولا تزال دول وقوى مستكبرة، وستأتي دول مستكبرة غيرها تحكم العالم إلى أن يأتي الفاسق الفاجر الظالم الدجال إبليس آخر الزمان. فهل نتصور أن هؤلاء سيأخذون الجزية؟ يأتي آخر الزمان قلنا الدجال إبليس أو الدجال وإبليس. فهل نتصور أن هؤلاء سيأخذون الجزية من اليهود، أو أن اليهود سيكونون مع الدجال المستكبرين ومن جنده وأعمدته وأجهزة استخباراته وقواه الاقتصادية المسيطر والمحرك الأمور والأفعال، وهم سيكونون من جند هؤلاء ممن سيسيطر على العالم؟ فكيف سيكون عليهم وينزل عليهم سوء العذاب من قبل هؤلاء وهم جند عند هؤلاء؟ والطول والقوة لهؤلاء، للدجال ولإبليس. وأيضا نحن في هذا الزمان نفس الكلام يجري. إذن ستكون لهم القوة في فترة زمنية طويلة أطول مما سلط عليهم من عذاب في فترة زمنية تكون بالتأكيد أقصر. وإذا كان الجعل إلهيا وكان بلحاظ المجعول أن العذاب سيكون بأخذ الجزية وأن الانصراف الذهني الأول يكون إلى المؤمنين الصالحين المرسلين والخلفاء المخلصين والمخلصين فيأخذون الجزية، فكيف يخالف ابن كثير ذلك ويخالف الانصراف الذهني فيخلط بين المؤمن والكافر فيجري النص ويطبقه على المستكبرين الكفار الظالمين الفاسدين المفسدين؟ إضافة لذلك فإن الواقع يخالف ما ذهبوا إليه من تفسير وتأويل في الحقب الزمنية التي مرت المتوقعة مستقبلا إلى اليوم الموعود، وحتى في فترة اليوم الموعود كما بينا قبل قليل لفترة طويلة من فترة اليوم الموعود، أي اليوم الموعود نصل به عصر الظهور،
ليس نفس اليوم، وإنما إذا نريد أن نقول إلى اليوم الموعود وأيضا لفترة طويلة ما بعد اليوم الموعود، لاحظ يعني إلى ظهور الإمام سلام الله عليه، نقول إلى ظهور الإمام سيبقون هكذا، وما بعد ظهور الإمام أيضا ستكون لهم القوة والسلطة والسطوة، ولا يسلط ولا ينزل عليهم العذاب، ولا يوجد من ينزل أو من ينزل أو من سيكون على يده إنزال العذاب عليهم حتى ما بعد اليوم الموعود، حتى ما بعد ظهور الإمام سلام الله عليه. أقول في الحقبة الزمنية التي مرت المتوقعة مستقبلا إلى اليوم الموعود وإلى ما بعد اليوم الموعود لفترة طويلة، تشير وبوضوح إلى أن الفترة الأطول جدا ليس فيها جزية على اليهود، فلا مناص من ذلك إلا بالقول إن التطبيق والمصداق الأوضح للآية أن يكون ذلك التسليط في آخر الزمان، عصر ظهور المهدي الموعود والمسيح الموعود والدابة الموعودة، مع وجود السفياني والدجال وإبليس وجندهم ومنهم الجن واليهود. ثانيا، نحن نشهد الواقع، فإنه لم يأتي يوم القيامة وصار اليهود عشرات السنين، ليس فقط لم يكون تحت قهر أحد، بل إنهم جعلوا الآخرين تحت قهرهم وذمتهم، يؤدون إليهم الولاء والخراج أضعافا مضاعفة من المسلمين، من القادة، من الحكام، من الناس، من الجماهير، من الأفراد، من الأشخاص، صار هؤلاء هم من يؤدي الجزية إلى اليهود. أقول ليس فقط لم يكونوا تحت قهر أحد، بل أنهم جعلوا الآخرين تحت قهرهم وذمتهم، يودون إليهم الولاء والخراج أضعافا مضاعفة، والمتوقع جدا أن الحال سيبقى إلى حين. فهل يا ترى، يقول ابن كثير وخط الشيخ التيمي، بخرق القانون والوعد الإلهي ببعث من يسومهم سوى العذاب إلى يوم القيامة الذي يستلزم العجز أو الجهل أو الكذب وخلف الوعد، نعوذ بالله من ذلك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. با ثم قال ابن كثير، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية هي المسكنة وأخذ الجزية منهم، وعنه هي الجزية، والذي يسومهم سوء العذاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من باب الأمانة ومن باب التذكير. كل أو جل من ذكرت لا يذكر وآله، يعني أقول ذكرت هذا من باب الالتزام الشرعي بالسنة النبوية الشريفة، وأيضا أنبه هنا بأنها غير موجودة أصلا، أيضا من باب التنبيه إلى هذا الأمر، ويكفي مخالفة السنة الشريفة في هذا الأمر لمعرفة مقدار ما تعرض إليه أهل البيت من تشويه وتشويش وطعن وكذب وافتراء. السنة النبوية الصريحة في الصلاة على محمد وآل محمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، قد بترت، قد دلست، قد حكمت عليها البدعة تحت عناوين باطلة، التمثل بالشيعة كما فعلوا في غيرها من أمور. يذكر بأن الصلاة البتراء قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يأتون، هذا هؤلاء المارقة يأتون بالصلاة البتراء، والكثير من الناس ينساقون خلفهم تحت عناوين مذهبية وعناوين طائفية ما أنزل الله بها من سلطان، كما يوجد في الجانب المقابل أيضا عند الشيعة من ينقاد لأمور ولبدع ما أنزل الله بها من سلطان، أيضا لدوافع طائفية ومذهبية، كل شيء ناشئ من الجهل ومن وسوسة الشيطان. يقول ابن كثير، والذي يسومهم سوى العذاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته إلى يوم القيامة، وكذلك قال سعيد بن جبير وابن جريح، وكذلك قال سعيد بن جبير وابن جريح والسدي وقتادة. إلى أن يقول ابن كثير، ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال، يخرجون أنصارا للدجال. ومر عليكم، وإذا وفقنا الله أيضا سنذكر لكم كيف سيتمكن الدجال وينتصر الدجال ويفتح الدجال البلدان، وهم أنصار الدجال. يقول ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم، مع عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك آخر الزمان. أقول سبحان الله، يقول مع عيسى عليه السلام، ولكم التقييم في مستوى الحقد والبغض لأهل بيت النبوة وجدهم الأمين
عليهم الصلاة والتسليم، بل لكل المسلمين بكل الطوائف والمذاهب. فالمهدي لا يختص بالشيعة بل يشمل كل المسلمين، الكل يقولون بالمهدي. وابن كثير لبغضه لشيعة أهل البيت ولقطع أي طريق لذكر أهل البيت ولقطع التفكير بأهل البيت سلام الله عليهم، لاحظ وسلام الله على عيسى، لكنه يفتخر بعيسى ويستنكف ويستكبر على أئمة المسلمين، على المهدي الذي حسب أطروحة الشيعة ورأي الشيعة، والمهدي حسب أطروحة السنة ورأي السنة. لا يأتي بالمهدي أصلا، يقطع قضية المهدي من الأساس، يفتخر بأنهم سيكونون مع عيسى، وعيسى وزير للمهدي، عيسى يصلي خلف المهدي، عيسى لا يقبل بالتصدي للإمامة ما دام عندهم الإمام، ما دام المهدي هو المتصدي. أقول لكم التقييم في مستوى الحقد والبغض لأهل بيت النبوة وجدهم الأمين عليهم الصلاة والتسليم، فيذكر عيسى عليه السلام ويوحي بأنه المنقذ والمخلص في آخر الزمان على قول ومنهج النصارى، هذا القول الذي يؤكد على أن عيسى هو المنقذ، هذا قول من؟ قول أهل الكتاب، قول النصارى. ويجعل المسلمين بمجموعهم حتى مع الإمام، الإمام المهدي الشيعي أو المهدي السني، ويجعل المسلمين بمجموعهم أتباعا له، فيقول فيقتلهم المسلمون مع عيسى، فإنه حتى لم يذكر ما ذكره البخاري ومسلم من أن فيكم الذي يصلي عيسى خلفه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. رواه أبو نعيم في أخبار المهدي وفي صحيح الجامع الصغير، وقال الألباني صحيح. ثانيا قال الحافظ أبو الحسن الآبري قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وقال أيضا قد علمت أن حديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان، وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد فاطمة عليه السلام، بلغت حد التواتر المعنوي، فلا معنى لإنكارها. وابن كثير ينكر هذا. وقال العلامة محمد السفاريني وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. ثم قال وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. والبخاري قال في أحاديث الأنبياء، ومسلم قال في كتاب الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، الإمام منكم من المسلمين. من يقول؟ البخاري. ومن يقول؟ مسلم يقول. وابن كثير يخالف البخاري والمسلم، يستنكف من ذكر المهدي، يجعل القيادة لعيسى ويجعل كل المسلمين أتباع لعيسى، حتى الإمام الذي هو في المسلمين ومن المسلمين يجعله تابعا لعيسى عليه السلام. كل هذا بغضا بالمهدي. ولماذا يبغض المهدي؟ بغضا بأهل البيت، بغضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بغضا بالسنة النبوية الشريفة، بغضا بالوحي الإلهي الذي أتى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق إلا عن وحي. وفي مسلم الإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال صلى الله عليه وآله وسلم فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم
فيقول أميرهم تعال سلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. لاحظ الله بقول عيسى، بإقرار عيسى، طبعا بنص مسلم في كتاب الإيمان، لاحظ بقول عيسى، بإقرار عيسى بأن الله أكرم هذه الأمة، فعيسى بشخصه، بنبوته، بإمامته لا يتقدم للصلاة، لأن الله أكرم هذه الأمة بالأمير، بالإمام، بالمهدي السني أو المهدي الشيعي. ومع هذا يخالف ابن كثير هذه الحقيقة الإلهية وهذا الواقع الإلهي وهذا الأمر الإلهي، مخالفة صريحة. أقول ساعدكم الله يا أهل بيت النبوة، كم تحملتم من الخوارج النواصب المارقة على طول التاريخ. اللهم لعن مبغضي آل بيت محمد الصادق الأمين عليهم الصلاة والتسليم. وعلى كل حال، فإن هذا إقرار من الخط التيمي أن عصر ظهور المهدي وعيسى من تطبيقات هذا النص القرآني الشريف. إذن مهما قالوا، فالنتيجة التي نريد أن نصل إليها هنا والتي تهم أيضا في البحث، هو أنهم يقولون اليوم الموعود، يوم ظهور المهدي والمهدي وعصر الظهور وما بعد الظهور، هو من تطبيقات هذا النص القرآني وهذا الشاهد القرآني، والذي يحصل فيه تطبيق لهذا الشاهد القرآني، وهو الذي سيسومهم سوء العذاب، أي على يد المهدي سلام الله عليه، أو في عصر المهدي، أو من المهدي وتحت قيادة المهدي سلام الله على المهدي. انتهينا من رابعا تفسير ابن كثير. خامسا، مر علينا أن ابن كثير قال ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم، مع عيسى بن مريم، وذلك آخر الزمان. فتبين أنه يقول بأن آخر الزمان وعصر ظهور المهدي من تطبيقات مصادق، بل من أوضح المصادق، بل من أوضحها وأخطرها، حيث سيكونون من أنصار الدجال، أي اليهود، حيث سيكون اليهود من أنصار الدجال وإبليس اللعين، وستكون نهايتهم فيها بإذن الله تعالى وتسديده. فلا نحتاج إذن إلى أي مؤونة وزيادة بيان في طرح التأويل والتفسير الوارد عن أهل بيت النبوة الأطهار عليهم السلام، مع ملاحظة أنه ومنذ مئات السنين يعيش اليهود في بلاد المسلمين السنة والشيعة، ولا يوجد فرض جزية عليهم، بينما الآية الشريفة والوعد الإلهي يتحدث عن تسليط وسوء عذاب وجزية عليهم إلى يوم الدين. ومع ملاحظة أن النص الشريف خطاب للرسول الخاتم عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ومع ملاحظة أن النص الشريف خطاب للرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ووعد وقسم بأنه تعالى سيبعث عليهم من يسوم سوء العذاب، قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أقول إذن هو خطاب الرسول وهو وعد وقسم إلهي بأنه سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب، فلا يعقل أو يستبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه، أو يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سيبعث عليهم، فهو مبعوث أصلا. طبعا لو أرادوا أن نتنزل معهم أنه سيبعث، سنحتاج إلى أطروحة الرجعة، فهذا يكون فيه الخير الكثير لو تنزلوا معنا في أطروحة وحقيقة الرجعة الإلهية. إذن نقول فهو مبعوث أصلا، إضافة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو كان هو المقصود في المعنى لكان الأنسب أن يكون الخطاب، لاحظ أقول لكان الأنسب أن يكون الخطاب بصيغة الحاضر المخاطب، فيكون مثلا لبعثك أو لسلطك أو نحوها. فمتى يتحقق الوعد الإلهي ويبقى إلى يوم القيامة؟ فمتى يتحقق الوعد الإلهي ويبقى إلى يوم القيامة؟ لأن نزول العذاب عليهم، وأن الذي سيسومهم سوء العذاب، يقول إلى يوم القيامة. عندي أليف بحار الأنوار
وفي مجمع البيان قال الطبرسي رحمه الله: قوله تعالى من يسومهم سوء العذاب، أي ومن يذيقهم ويوليهم شدة العذاب بالقتل وأخذ الجزية منهم، والمعنى أو المعني به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند جميع المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام. إذن عندنا، التفت جيدا، أول شيء عندنا كتفسير عن أهل البيت سلام الله عليهم، والذي هو قد أجمع عليه، أن لا نقول بأن ما حصل عليهم وما يحصل عليهم من سوء عذاب من الدول الكافرة من المجتمعات الكافرة هذا غير داخل بالنص القرآني. هذا وعد إلهي وخطاب وموجه وجعل موجه لمن سيقوم بإنزال العذاب عليهم وبالذي سيسومهم سوء العذاب، فهذا يختص بمجموعة، بإمام صالح، بأمة صالحة، بقوم صالحين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. باء بحار الأنوار وفي تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، هم أمة محمد صلى الله عليه وآله تسوم أو يسومون أهل الكتاب سوء العذاب، يأخذون منهم الجزية. متى سيحصل؟ يقول، وكما قلنا هذا القيد مهم، إلى يوم القيامة. متى سيحصل؟ هل تحقق هذا؟ لم يأتي يوم القيامة ولا يوجد من يسومهم سوء العذاب. إذن سيتحقق في عصر الظهور، في اليوم الموعود عند ظهور المنقذ المهدي السني أو المهدي الشيعي الذي سيصلي عيسى خلفه. الشاهد القرآني 24: أمة يهدون بالحق، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. أيها المارقة، أيها التيمية، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قبل قليل ماذا قرأنا؟ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وهنا قرأنا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أيها المارقة، أيها النواصب، أيها الإرهابيون، الذين لهم قلوب لا يفقهون بها يشمل الجميع، كل المارقة من كل الأجناس، من كل الأديان، من كل الطوائف، من كل الملل والنحل، الذين لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون،
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف. أقول هنا موردان. المورد الأول قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في تفسير الجلالين قال ومن قوم موسى أمة جماعة يهدون الناس بالحق وبه يعدلون في الحكم. وفي تفسير ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون. لا ننسى الآن في المورد الأول قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وفي تفسير الطبري ثالثا تفسير الطبري القول في تأويل قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقد قال في صفة هذه الأمة التي ذكرها الله في الآية جماعة أقوالا نحن ذاكر ما حررنا منها. هذا من يقول الطبري. أليف وباء. التفت جيدا أنا أعطيت عناوين لأليف وباء. أنا أعطيت أليف وباء وأعطيت عنوان لأليف وعنوان لباء. أليف قوم العسل وباء قوم النفق والسرب. إذن ليس فقط المهدي المسردب وعندما عندنا أقوام مسردلة أيتها العقول المارقة أيتها القلوب التي لا تفقه والعيون التي لا تبصر والآذان التي لا تسمع الذين كذبوا بآياتنا. إذن عندنا قوم النفق قوم السرب وقوم العسل. هذه تضاف إلى المصطلحات المسردب والمعسل والملفق إذا صحت هذه الكلمات والألفاظ والمسرب أو المسرب أو ما يرجع إلى هذا. هؤلاء أقوام ونحن نتحدث عن شخص. إذن عندنا أليف قوم العسل وباء قوم النفق والسرب. أليف قوم العسل عن السدي قال قوم بينكم وبينهم نهر من شهد. إذن لا نعلم هل نحن في العسل أم هم في العسل الذي حجز بيننا وبينهم كما حجز السرداب بيننا وبين الإمام سلام الله على الإمام. ونحن كما ذكرنا قلنا الإمام هي مرحلة استمرت لربما لثوان أو لدقائق أو احتمال لساعات. اختفى واختبأ الإمام من السلطة الحاكمة وبعد هذا انتهت مهمة السرداب وانتهت الضرورة من وجوده في السرداب وانتهى أمر السرداب. لكن قوم العسل لا زال بيننا وبينهم العسل لا زالوا في العسل وسيبقون في العسل إلى اليوم الموعود. باء قوم النفق والسرب عن ابن جريح قال بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم كفروا وكانوا 12 سبطة تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم أي بينهم وبين باقي الأسباط ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين ففتح الله لهم نفقا في الأرض. سلام الله على السرداب. السرداب أين والنفق أين؟ من هنا من بلاد العرب من مصر من الشام إلى ما بعد الصين. أين هذا النفق الذي اجتاز هذه المسافات الطويلة تحت البحار تحت المحيطات تحت الجبال تحت الصحاري تحت الأمران؟ ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا. قال ابن جريح قال ابن عباس فذلك قوله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
ووعد الآخرة عيسى بن مريم يخرجون معه. قال ابن جريح قال ابن عباس ساروا في السرب سنة ونصفا، سنة ونصف وهم يسيرون في السرب في النفق، إلى أن خرجوا ووصلوا إلى ما بعد الصين. ونحن لا نقول إلا أنه بقي في السرداب إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى لمدة ثوان أو لمدة دقائق أو لساعة أو لبضع ساعات أو لعدة ساعات. رابعا تفسير القرطبي قوله تعالى من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، في التفسير أن هؤلاء قوم من وراء الصين، من وراء نهر الرمل، من وراء الصين، من وراء نهر الرمل، يعبدون الله بالحق والعدل، آمنوا بمحمد وتركوا السبت. أيضا هؤلاء هم نفس القوم الذين انفصلوا عن بني إسرائيل، يقول آمنوا بمحمد وتركوا السبت، يستقبلون قبلتنا لا يصل إلينا منهم أحد ولا منا إليهم أحد، لا يصل إلينا منهم أحد ولا منا إليهم أحد. فروي أنه لما وقع، إذن هؤلاء قوم أين يعيشون؟ يقول من وراء نهر الرمل، من قوم من وراء الصين، لاحظ لا يصل إلينا منهم أحد ولا منا إليهم أحد، وهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتركوا السبت، يستقبلون قبلتنا. أين هم؟ أين يعيشون؟ كيف يعيشون؟ كيف هم في وضع، في مكان، في دولة، في مدينة، في قرية، في سرداب، في نفق، في سرب، في عسل؟ وصار لهم آلاف السنين، يعني من حادثة سرداب المهدي عليه السلام التي يستخف بها المارقة، هم ما قبل هذه الحادثة من عصر موسى، من زمن موسى، من زمن بني إسرائيل، من عصر أيام السبت. إذن لهم من هذا الاختفاء وهذا التخفي وهذه النفقية والسربية والعسلية وما وراء الصين والصينية آلاف السنين، أطول من عمر سرداب المهدي عليه السلام وحادثة سرداب المهدي عليه السلام. يقول القرطبي فروي أنه لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمة يهدون بالحق ولم يقدروا أن يكونوا بين ظهراني بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى ناحية من أرضه في عزلة من الخلق، فصار لهم سرب في الأرض فمشوا فيه سنة ونصف. إذن هذا يأتي بنفس الأطروحة التي طرحها الطبري، هذا القرطبي يقول فمشوا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراء الصين. يقول فهم على الحق إلى الآن. من؟ يقول القرطبي يقول فهم على الحق إلى الآن. هذا هو تاريخ المسلمين، هذا هو تفسير المسلمين، هذا هو تراث المسلمين، هذه هي ثقافة المسلمين، هذه هي كتب المسلمين. ونحن من المسلمين عندنا ما ورد عن أهل البيت فنأتي به، وعندنا ما نسب إلى أهل البيت فنرفضه ولا نقبل به، كما نسب إلى جدهم النبي صلى الله عليه وسلم الآلاف ومئات الآلاف من الأحاديث والروايات الباطلة. ونحن لا نلزم أحدا، بل نحترم اختيار المقابل وعليه أن يحترم اختيار الآخرين. يقول القرطبي فهم على الحق إلى الآن، وبين الناس وبينهم بحر لا يوصل إليهم بسببه. التفت، لا يوصل إليهم بسببه، بينهم وبينهم ما هو؟ البحر. كم يشنعون المارقة، كم يشنعون التيمية، جماعة التوحيد الأسطوري، جماعة الخرافة، جماعة الأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان، كم يشنعون على بعض الشيعة ممن يطرح أطروحة الجزيرة الخضراء ووجود المهدي وأتباع المهدي. نحن الآن لا نعلم ولسنا في مقام التحقيق عن هذا الأمر،
ولم يثبت عندنا هذا، لم نحقق فيه، لكن يوجد هذه الأطروحة، يوجد هذا الرأي، يوجد هذا المحتمل على نحو الاحتمال، على نحو الأطروحة. المهدي في مكان ما في جزيرة ما وله أتباع ويعيش كما يعيش الناس. ما هو الفرق بين هذه وبين قوم العسل والنفق والسرب؟ وهم قد سبقوا المهدي بآلاف السنين ولا زالوا هم موجودون هناك، هذا الطبري وهذا القرطبي. إذن يقول القرطبي فهم على الحق إلى الآن، وبين الناس وبينهم بحر لا يوصل إليهم. بسببه ذهب جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكلام القرطبي، ذهب جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم ليلة المعراج فآمنوا به، وعلمهم سورا من القرآن وقال لهم هل لكم مكيال وميزان؟ قالوا لا. قال فمن أين معاشكم؟ قالوا نخرج إلى البرية فنزرع، فإذا حصدنا وضعناه هناك، فإذا احتاج أحدنا إليه يأخذ حاجته. قال فأين نساؤكم؟ قالوا في ناحية منا، فإذا احتاج أحدنا لزوجته صار إليها، صار إليها في وقت الحاجة. فأين نساؤكم؟ قالوا في ناحية منا، فإذا احتاج أحدنا لزوجته صار إليها في وقت الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم فيكذب أحدكم في حديثه؟ قال فيكذب أحدكم في حديثه؟ قالوا لو فعل ذلك أحدنا أخذته لظى، أخذته النار، أخذته جهنم، أخذته حرارة النار، أخذته نار جهنم. قالوا لو فعل ذلك أحدنا أخذته لظى. يكملون في الجواب إن النار تنزل فتحرقه. قال صلى الله عليه وآله وسلم فما بال بيوتكم مستوية؟ قالوا لئلا يعلو بعضنا على بعض. قال فما بال قبوركم على أبوابكم؟ قالوا لئلا نغفل عن ذكر الموت. انتهى مورد الشاهد من القرطبي. إذن هذا المورد الأول انتهينا منه. المورد الأول قلنا قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الآن المورد الثاني وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أيضا عندنا في تفسير الجلالين قال ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث. هذا أولا تفسير الجلالين. ثانيا تفسير الطبري يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال ابن جريح ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه أمتي وبالحق يأخذون ويعطون ويقضون. ولا زال الكلام للطبري يقول عن قتادة بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأها يقول هذه لكم، أي وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يقول هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها. ماذا يقصد؟ يقول ومن قوم موسى، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ومن قوم موسى، يذكر النص، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. انتهى تفسير الطبري. ثالثا تفسير القرطبي أليف وباء أو فيها أولا وثانيا. عندي إذن أولا، إذن ثالثا قلنا فيه أولا وثانيا. أولا تفسير القرطبي قوله تعالى ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هم هذه الأمة، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه لكم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها، وقرأ صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم. فدلت الآية على أن الله عز وجل لا يخلي الدنيا من وقت من الأوقات
من داع يدعو إلى الحق. التفت جيدا حتى ربما لم أذكر هذه الملاحظة وهذا التعليق. ماذا يقول في الحديث؟ يقول إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم. التفت جيدا، إذن يوجد أمة على الحق قبل نزول عيسى بن مريم، سلام الله على عيسى بن مريم. هذا يؤكد ما ورد في الروايات، ينزل عيسى وإمامهم فيهم سلام الله على إمامهم، وهم على الحق، وعيسى يكون تحت قيادة وإمرة إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وآله إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم، حتى ينزل عيسى ابن مريم. فدلت الآية على أن الله عز وجل لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. فدلت الآية على أن الله عز وجل لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. إذن من هو هذا الداعي؟ ما هي مواصفات هذا الداعي الذي يجب أن يوجد في كل وقت من الأوقات حسب ما يستثر القرطبي؟ يدعو إلى الحق، هل إنسان عادي؟ هل له قيادة؟ هل له إمرة؟ هل له إمامة؟ بعد هذا نتحدث ما بعد الإمامة، ما بعد الخلافة الإلهية. لاحظ يوجد إمامة وخلافة إلهية، بعدها نتحدث عن السلطة وعن الحكم وعن التمكن في الأرض وعن القيادة وعن الحكم بين الناس وعن إقامة الحدود. هذا يأتي ما بعد الحديث عن الجانب التشريعي، الجانب النظري. بعد هذا نقول متى يكون التطبيق، كيف يكون التطبيق. هذا الذي نريد أن نشير إليه دائما، وهذا يدخل ضمن النظرية وفي صلب النظرية التي ندعو لها. علينا أن نفرق بين الإمام الحق والإمام الحق الإمام الإلهية، وبين السلطة من الخطأ الجسيم ومن الطعن بالدين ومن التدليس الشنيع. أن نخلط بين السلطة الحكم التسلط وبين الإمامة الحقيقية، الإمامة الإلهية، الإمامة المجعولة من الله سبحانه وتعالى. هذا ليس بصحيح. الإمام الذي جعله الله سبحانه وتعالى إماما وخليفة يبقى على إمامته كما في إمامة الأنبياء والمرسلين الذين وهم الكل إلا البعض القليل النادر ممن حصل على السلطة والحكم، لكن باقي الأنبياء والمرسلين لم يتحقق لهم هذا. هل تسقط منهم الإمامة؟ إبراهيم سلام الله عليه كان أمة ولم يحصل على الحكم، لم يحصل على السلطة التي يجعلها المارقة كأساس في الإمامة والإمام وتشخيص الإمام والمبايعة للإمام وتصحيح أعمال الإمام وإلباس الإمام العصمة وتصحيح كل منكرات وقبائح الإمام وتشريع كل منكرات وقبائح الإمام. أي إمامة هذه؟ إذن لو فرقنا بين هذا وهذا لحلت الكثير من المعضلات والعقد التاريخية والتفسيرية والعقدية العقائدية. هذا أولا. ثانيا أيضا للقرطبي، ثانيا في تفسير قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال القرطبي ثم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا ليلة الإسراء أنزل عليه أو أنزل الله عليه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول القرطبي يعني أمة محمد عليه السلام. يقول أليف قلنا يعني أمة محمد عليه السلام يعلمه الله أن الذي أعطيت أو أن الذي أعطيت يعلمه الله أن الذي أعطيت أن الذي أعطيت موسى في قومه أعطيتك في أمتك. باء أيضا كلام القرطبي
باء وقيل هم الذين آمنوا بنبينا محمد عليه السلام من أهل الكتاب، وجيم وقيل هم قوم بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل نسخه ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء. رابعا تفسير ابن كثير، يقول ابن كثير: وقد جاء في الآثار أن المراد في الآية هذه الأمة المحمدية، أي آية آية وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول ابن كثير: قال قتادة: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ومن قول موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل. وفي الصحيحين عن معاوية، عن معاوية بن أبي سفيان، وفي الصحيحين عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لاحظ هنا معاوية يتوقع بأن الحكم سيدوم لبني أمية، فلذلك جعلها هرقلية أو هرقلية، فلذلك جعلها هرقلية، هرقلية كسروية، وربطها بالظهور، بالسلطة، بالقوة، بالحكم، بالتسلط، وهذا ما ورد في الصحيحين. أقول هذا أولا. ثانيا قال تعالى، حتى لا أنسى، قبل قليل ذكرنا الرواية عن معاوية، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. طبعا مباشرة نحن لم نتحدث عن هذا، وليس الرد بهذه الخصوصية، طرحنا ما نعتقد ما نحتمل من مقام لا يحتاج إلى السب ولا إلى اللعن، وكل إنسان يطرح وجهة النظر التي يقول بها. لاحظ لا الأمر، يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أين الظهور؟ هل بقي معاوية، عائلة معاوية؟ هل بقي من أبي سفيان أحد؟ هل بقي من المروانيين أحد؟ طرحوا المارقة. لاحظ كيف يحاولون أن يلملموا الأمور ويجعلوا لأنفسهم البعد والأساس والأصل الشرعي والتشريعي. لاحظ، لكن الله سبحانه وتعالى بمرور الزمن أبطل هذه الأطروحات. نقول على سبيل الأطروحة والكلام المحتمل: لو ظهر المهدي، سلام الله على المهدي، في زمن الدولة الأموية لثبتت هذه الأحاديث ولتمسكوا بهذه الأحاديث كما تمسكوا بها في وقتها، لكن بمرور الزمن انتهت الدولة الأموية، والآن صارت هذه الأحاديث باطلة، صارت هذه الأحاديث موضوعة. أين الظهور؟ وهم طرحوا 12 إماما، بل طرحوا أكثر من 12 إماما، وكل المحاولات تبين أنها باطلة، لأنه لم يبقى أحد منهم على الظهور، على السلطة، على الحكم، على ما هو عليه إلى يوم القيامة، إلى اليوم الموعود، إلى تحقق شراءات وعلامات الساعة. لا يوجد استمرار، لا يوجد دوام. إذن هذه الأطروحة، هذا الحديث باطل أو ليس بباطل؟ هذا الحديث باطل، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. هذا الذي نكرر بأننا نريد أن نؤسس له: الإمامة والخلافة الإلهية الحقة الواقعية لا تحتاج، التفت جيدا، لا تحتاج في ثبوتها، في حقيقتها، في واقعيتها، لا تحتاج إلى السلطة والحكم. إن حصلت السلطة وحصلت السلطة وحصل الحكم فبها وخير، وتحققت وتحقق الوعد الإلهي. أما إذا لم تتحقق فهذا لا يدل على سقوط الإمامة من الإمام الذي جعله الله سبحانه وتعالى. الآن هل تحقق للبعض أو لم يتحقق للبعض؟ على أطروحات مثلا من يقول تحققت للخليفة الأول والثاني والثالث والرابع، وتحققت لعمر بن عبد العزيز، وتتحقق لفلان وفلان وفلان، هكذا إلى يوم الدين.
لاحظ هذه النظرية من النظريات ممن اعتقد وصدق بهذا بأنها لا تتحقق إلا مع العادل، ويعتقد بهؤلاء وبعدالة هؤلاء ولا يعتقد بعدالة حكام بني أمية بمجموعهم بكلهم بكليتهم، لا من آل أبي سفيان ولا من آل مروان إلا عمر بن عبد العزيز سلام الله على عمر بن عبد العزيز. الحسن والحسين سلام الله على الحسن والحسين إمامان، إن قاما أو قعدا، إن قاما وإن قعدا، إن حصلا على السلطة والحكم أو لم يحصلا، إن التحق معهم الناس أو لم يلتحقوا، كما هي سيرة الأنبياء سلام الله عليهم. كل إمام هو كل كما سيرة الأنبياء سلام الله عليهم. الأنبياء النبي إمام إن حصل على الحكم والسلطة أو لم يحصل وانتهى الأمر. الآن التي يوجد وعد إله بأئمة هؤلاء بتمكين هؤلاء، قلنا لا يوجد أطروحة تحقق هذا الوعد والتمكين، التمكين الخارجي والظهور الخارجي والسلطة الخارجية إلا بالرجعة وانتهى الأمر. إذن كل نظرية علينا أن نثبت هذه النظرية، كل نظرية إلهية علينا أن نثبت هذه النظرية الإلهية، نثبت الكبرى بعد هذا نتحدث في الصغرى. نقول والحمد لله قد انتهت دولة بني أمية وانتهى أمة بني أمية، فلم يبقى للمارقة أي إمام، فلماذا يخرج المارقة الآن ضد الحكام ضد الشعوب؟ لماذا يريدون تحقيق الدولة وتحقيق الإمامة من جديد؟ لقد انتهت الإمامة، فلينتظروا إلى يوم الدين وانتهى الأمر، أو عليهم أن يأتوا بأطروحة الإمام المهدي فيقولون بالإمام الأموي الغائب وهم يقاتلون تحت راية الإمام الأموي الغائب المسردب أو الذي في نهر العسل أو بحر العسل أو تحت الرمال أو في النفق أو خلف الصين لا نعلم أين، الله العالم. كل شيء ممكن على الله سبحانه وتعالى وكل شيء مقدور لله سبحانه وتعالى، لا ننكر هذا، لكن فقط نريد أن يحترم المقابل ما يطرحه الآخرون وما يطرحه الشيعة وغير الشيعة من متصوفة من غير الصوفية، ويكون النقاش ضمن الإطار والطور النظري. إذن أقول في الرد على ما ذكرناه سابقا وفي التعليق على ما ذكرناه سابقا مما ورد من كلام عن ابن كثير وعن الطبري وعن القرطبي وعن تفسير الجلالين، أقول أولا قانون وعد وجعل إلهي في وجود أمة تهدي بالحق وبه تعدل في كل زمان إلى يوم القيامة مرورا بعصر الظهور وتحقق شروط وعلامات الساعة ومنها المهدي وعيسى المسيح عليهما السلام. ثانيا فيها ألف وباء وجيم ودال وهاء وتنتهي. إذن ثانيا قال تعالى ثانيا ألف قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون باء، وقال سبحانه وتعالى إذن في ثانيا عندي خطوات ألف وباء باء، وقال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة كما في سورة النحل. إذن ألف قلنا الخطوة الأولى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، والخطوة الثانية وقال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، خطوة جيم كان إبراهيم عليه السلام أمة، فكيف صار أمة وما هي خصال هذه الأمة؟ وقد أجاب القرآن عن ذلك في عدة موارد، وفي المقام في سورة النحل أيضا ورد ما يشير لذلك. كيف نفسر الأمة في إبراهيم؟ قال تعالى قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة. قال ابن كثير عن مجاهد أي وآتيناه في الدنيا لسان صدق. إذن لا يوجد ملك، لا يوجد سلطة، لا يوجد إمارة، لا يوجد حاكم، لا يوجد سلطان في إبراهيم سلام الله عليه، لكن ماذا أعطيه؟ لاحظ كان قانتا حنيفا لم يكن من المشركين، كان شاكرا لأنعمه اشتباه وهداه إلى صراط مستقيم
وآتاه في الدنيا حسنة. والحسنة يقول ابن كثير أي آتاه في الدنيا لسان صدق، كانت عنده الحجة، عنده البيان، عنده الوحي. إذن هذا هو إبراهيم، هذه هي الأمة. إذن من قوم موسى أمة، ومما خلقنا أمة، وإبراهيم كان أمة. إذن لا تسقط الإمامة مع عدم وجود الحكم والسلطة. دال الأمر الإلهي، الخطوة دال الأمر الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، الأمر الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. إذن ما هو الأمر الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين؟ أمره الأمر الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين هو باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الخطوة اتضح لنا أن ملة إبراهيم وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليهما وآلهما وسلم في الإيمان بالله وتوحيده، إذن ملة إبراهيم وملة محمد سلام الله عليهما وآلهما هي ما هي هذه الملة؟ الإيمان، في الإيمان بالله وتوحيده والهداية والاهتداء إلى الصراط المستقيم والدعوة إلى سبيل الله بلسان صدق وحكمة وموعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن، وليس بالتكفير والإرهاب والعنف والذبح والتفخيخ والتفجير. وماذا جنيتم من أسلوبكم الوحشي الإرهابي العنيف، فقد بدأتم بشرذمة بمجموعة قليلة، بجماعة قليلة من المغرر بهم، تمرسوا على القتال وابتكار أساليب التعذيب والقتل والإرهاب، وتمكنتم من التسلط على المساحات الشاسعة من البلدان والأعداد الكبيرة من الناس، حتى صدقتم أن الأمور ستبقى لكم، فرفعتم شعار باقية وتتمدد حتى خاب سعيكم، فانفرطت دولتكم وسلطتكم، فصار واقع دولتكم وشعارها زائلة وتتشرذم، وبدأتم بشرذمة وأعداد قليلة وملكتم البلدان والعباد، لكنكم عجزتم عن كسب الناس وتجنيدهم معكم، فبقيتم على قلتكم، بدأتم بقلة وبقيتم بقلة، بالرغم من أنكم أخذتم السلطة والحكم، لكن مع هذا نفر الناس منكم، لم يلتحق بكم الناس. أقول: وبدأتم بشرذمة وأعداد قليلة وملكتم البلدان والعباد، لكنكم عجزتم عن كسب الناس وتجنيدهم معكم، فبقيتم على قلتكم وصرتم تستجدون المغرر بهم من باقي البلدان، وبدأتم ولا زلتم تختبئون بين الناس. لاحظ، هذه أيضا تسجل كما قلنا سابقا، تسجل لأهل العراق، تسجل لمحافظاتنا العزيزة في الغربية، في الرمادي، في الموصل، في صلاح الدين، في ديالة، في باقي المحافظات العراقية التي يقال عليها أنها سنية. نعم، نفتخر بها لا السنية، أنهم من شيعة علي سلام الله عليهم، هؤلاء من جند علي سلام الله عليه. لقد أفلس المارقة، أفلست دواعش من العراق ومن العراقيين، لم يجدوا من يتفاعل معهم، كما أفلس أئمتهم سابقا في عصر الأمويين، في عصر المروانيين. هذه المناطق هي احتضنت أهل البيت، احتضنت شيعة أهل البيت، هؤلاء هم شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. اختار الناس أن يكونوا في مظلومية التهجير والغربة والذلة والفقر والبرد والحر والمرض وأقصى المعاناة، اختاروا هذا على أن يلتحق بكم. إذن إلى أي مستوى وإلى أي درجة من الوحشية وسوء الخلق أنتم فيه، بحيث لن تؤثروا على ممن تعتقدون أنه على مذهب يخالف مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وكم تحقدون
وتدفعون نحو الطائفية ومع هذا لم يتحق بكم الناس. أسأل الله تعالى أن يفرج على وعن أهلنا المهجرين، وندعو كل من له سلطة وله كلمة مؤثرة ومن له كلمة ممكن أن تؤثر، أن يدعو الجميع ويضغط على الجميع من أجل إرجاع هؤلاء المساكين إلى ديارهم، إلى بيوتهم، إلى محافظاتهم، ويطوي صفحة التهجير المأساوي القاتل الذي وقع فيه أهلنا وأعزاؤنا وأحبابنا من محافظات العراق. أقول: وبدأتم بشذ مواعدات قليلة وملكتم البلدان والعباد، لكنكم عجزتم عن كسب الناس وتجنيدهم معكم، فبقيتم على قلتكم وصرتم تستجدون المغرر بهم من باقي البلدان، وبدأتم ولا زلتم تختبئون بين الناس. التفت جيدا، هذا الذي ذكرنا سابقا، قلنا كانوا في الصحراء فكان الأولى أن يقضى عليهم في الصحراء. ماذا حصل؟ هذه القلة، هذه الشرذمة اختبأت بين الناس ولا زالت تختبئ بين الناس، جعلت بين الناس عبارة عن دروع بشرية. أقول: وبدأتم ولا زلتم تختبئون بين الناس وتحتمون بهم وجعلتموهم دواعا بشرية، فبئس ما تفعلون. لقد دمرتم البلاد والعباد وسممتم الأفكار، فكرهتم المسلمين ونفرتموهم من الدين والإسلام، فأفسدتم أخلاق الكثير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خامسا، أهل بيت النبوة والرسول الأمين عليهم الصلاة والتسليم، فيها أليف وباء وجيم إلى آخره. أليف: البكري قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: والذي نفسي بيده لتفرقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، أو جملة استئنافية، كلها كل الفرق في النار إلا فرقة. لتفرقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة، أو قلنا جملة جديدة: كلها في النار إلا فرقة. ولا زال الكلام يا أمير المؤمنين عليه السلام. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فهذه التي تنجو من هذه الأمة، كما في البحار وتفسير العياشي. باء أيضا في البحار ومجمع البيان: قال الربيع بن أنس: قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم، إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم. ثم نقل ربيع رواية العياشي، ثم قال العياشي: وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: نحن هم. جيم: عن جعفر الصادق رضي الله عنه وعليه السلام، في معنى قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال عليه السلام هذه الآية لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، في كتاب فهم القرآن أو تحت عنوان فهم القرآن. دال: عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عند كل بدعة تكون من بعد يكاد بها الإيمان. هذه البدعة ما هي؟ حال هذه البدعة ما هي؟ صفة هذه البدعة يقول: تكون من بعد يكاد بها الإيمان. ماذا يكون عند كل بدعة مثل هذه؟ يقول: إن عند كل بدعة وليا من أهل بيتي، إن عند كل بدعة وليا من أهل بيتي. إذن سأقرأ الرواية والعبارة كاملة. يقول: إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا به يذب عنه ينطق بإلهام من الله ويعلن الحق وينوله ويرد كيد الكائدين يعبر عن الضعفاء، فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. إذن هذا نص، إذن يوجد إمام، يوجد ولي لا يخلو كما بينا سابقا في التفاسير السابقة،
لابد من وجود من يدعو إلى الحق. الآن هذا الذي يدعو إلى الحق يكون مشرد، يكون مطرد، يكون في سرداب، يكون في سجن، كما وضع ابن تيمية في السجن، وبعد مئات السنين جمعت كتب ونسبت إلى ابن تيمية، شكلت لجان وطبعت كتب باسم ابن تيمية ونسبت إلى ابن تيمية، وألصقت كل التناقضات به ابن تيمية. ها هذا الكلام في ذلك كان في الكافي جزء أول. ها وروى الكليني في قوله عز وجل وممن خلقنا أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون، قالهم الأئمة صلوات الله عليهم كما في الصافي بتفسير الميزان. واو قوله تعالى ومن قوم موسى أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون، قال الطوسي أخبر الله تعالى أن من قوم موسى أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن قال الطوسي أخبر الله تعالى أن من قوم موسى أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون. قال ابن عباس والسدي، لا زال كلام الطوسي، قال ابن عباس والسدي قوم وراء الصين، قال أبو جعفر عليه السلام هم قوم خلف الرمل لم يغيروا ولم يبدلوا، هم قوم خلف الرمل لم يغيروا ولم يبدلوا. هذا قلنا في تفسير القرآن الشيخ الطوسي. أقول المتحصل مما سبق يتضح أن المهدي وأصحابه عليهم السلام من أوضح وأشرف مصاديق الأمة الهادية بالحق وبه تعدل، وهي الأمة التي تبقى على نهجها وسلوكها حتى نزول وظهور المسيح عيسى عليه السلام وإمامهم المهدي عليه السلام فيهم، فيصلي عيسى خلفه عليهما الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ويسألكم الدعاء.